بالعكس هذا شيء أنا أعتبره قليل في حق الوالد حقيقة، أن يساهم الابن أو يساهم البنت في لهذا الوقف العظيم الذي يدوم. يعني الآن ممكن ننفق أموال طائلة وتنتهي في لحظات، يعني ممكن حتى ممكن أعزك الله ترمى في الزبالة، لكن لما يكون عندي وقف يبقى للوالد وأيضا أفاجئ بهدية أرسل له رسالة تم إيقاف مثلا، يعني بغض النظر أيا كان المبلغ هذا، والله إن أعظم هدية يقدمها الإنسان لوالده أو لوالدته يعني عموما أن يقدم هذا الوقف وهذا العطاء وهذا البذل، كل على استطاعته. يعني لو قلنا 5 أطفال يعني كل واحد 100 100 من حصالتك، صحيح هذا مسهم وأقبل التحدي، وأيضا تدخلون ضمن المجموعة هذه لعل الله سبحانه وتعالى يعني هم الجليس لا يشقى بهم جليسهم، يعني ممكن يرفع بهذه الصدقة يربيها الله سبحانه لك إلى أضعاف مضاعفة. فأنا حقيقة أرى وأنصح وأوجه يعني كل من يسمع أن يساهم بهذا الوقف الجميل، الوقف الرائع واعي، يعني تستاهل منه الكثير حقيقة. صحيح. والله ما أقولها مجاملة، يعني لا من استشارة لا من إصلاح ذات البين لا من أيضا اهتمام بالأسرة برامج الأسرة الاجتماعية، فوقف لوالدك يدوم لسنوات وأنت لم تبذل إلا 500 ريال. كم من الأموال ضاعت بدون فائدة، وإن شاء الله نحتفل سويا بإتمام هذه التحدي والوصول إلى الهدف بإذن الله.